السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رب تكونوا جميعا بخير. طبعا إعصار شاهين وصل لعمان والقوات الأمنية تستنفر، لكن في حاجة تانية أعظم يا جماعة، يعني بحب أقولها لكم إن من علامات الساعة الأمور والبلايا العظام اللي بتحصل في آخر الزمان. كل حاجة زي كده بتحصل في كل بلد من بلاد الدنيا، من بلاد الله سبحانه وتعالى، دي من علامات الساعة. تعالوا نشوف مع بعض الفيديو. أو إلى مركز اللواء مدرسة لبابة في منطقة المنطقة. الرجاء من الجميع التقييد بهذه التعليمات. سيقرر مشاكلك فورا والتوجه إلى أحد مراكز اللواء الثانية. الإعصار حاليا أو الحالة المدارية التي صنفت حاليا هي بدرجة إعصار من الدرجة الأولى وباسم شاهين. طبعا مثل ما أسلفت المسار محدد، كل القراءات العددية طبعا المواقع العددية تشير إلى توغلها إلى بحر عمان في الفترة الحالية، وكذلك استمرارها باتجاه السواحل العمانية خلال 48 ساعة القادمة. ما يميز أيضا هذا الإعصار على أنه الأول من الأعاصير التي دخلت إلى عمق بحر عمان، ومن ثم بامتداد السواحل أو سواحل محافظة شمال الباطنة.